في سابقة هي الأولى من نوعها وتحديدا في هذا الوقت من أيام السنة، ارتفعت مناسيب نهر دجلة في وقت طالما انخفضت فيه وأدت إلى شحة مياه الري. تأمل فلاح ومزارعو صلاح الدين استثمارها لإنقاذ بساتينهم ومزارعهم التي أصابها الجفاف والعطش. كل سنة إحنا يعني نشكي من قلة المي، فالله سبحانه وتعالى ما أعرف السنة رحمنا بصعود المي، ونوجه رسالة إلى الجهات المعنية أنه تحافظ على هذا الشيء وعلى البساتين اللي راحت اندمرت. نشوف اليوم المي ما شاء الله صعد، ونتمنى من الدولة العراقية إن شاء الله تنشئ لنا سدود وحافظون على هذا المي، ولأن أكو بعض البساتين والقياعين يبست ما ظل مي. وحسب مراقبون فإن تنظيم قنوات الري وبناء سدود خاصة بخزن المياه ضرورة لترشيد المياه في حالات كهذه، دعينا الحكومة الاهتمام بهذا الجانب الذي يعني لاقتصاد البلد الشيء الكثير. ارتفاع مناسيب نهر دجلة بهذا الشكل المفاجئ والغريب ولأول مرة في محافظة صلاح الدين يجدر بالجهات المعنية أن تستفيد من هذه الظاهرة ومن هذه الحالات ببناء سدود، ببناء قنوات من أجل الاستفادة منها، لكن مع الأسف نرى أنه الجهات المعنية بعيدة كل البعد عن استثمار هذه الظواهر الإيجابية في خزن المياه والاستفادة منه في أيام شحة المياه. ارتفاع مناسيب نهر دجلة في سابقة هي الأولى في وقت تنخفض فيه بشكل كبير، عده الفلاحون والمزارعون هنا معجزة أوهبة السماء لهم. من صلاح الدين فراس الحسن، قناة التغيير.